السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معاكم كرات يوسف، والنهاردة هنلعب لعبة ماينكرافت. بس قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك وسبسكرايب لاسيكو وكل جديد. طبعا انا بنيت المكتبة دي، فقلت ابني واحدة تانية معاكم في الفيديو ده يعني. فيلا طبعا تشوس اهم حاجة اللايكات. بدأت اشوف ان اللايكات بدأت تقل في قناتي، فاهم حاجة اللايكات. دلوقتي محتاجة اعمل اساس المكتبة. ثانية ارجع لكم والكعنا لكم. طيب انا هبص اعمل حاجة هنا كده، جزء تاني من المكتبة يعني نفسها. فيلا هعمله معاكم. دي كده وننقل الجزء التاني. انا حاسس اني اتلخبطت في حاجة يا شباب. اتلخبطت في حاجة وصلت كل بلوكة دي مكان دي بالظبط، وعملت دي كده بعدين كده دي كده دي كده. طب يا شباب انا معرفش اللي حصل دلوقتي، فهكمل عادي. طيب خليها كده ماشي، واحط المكتبة اهم حاجة اساسا. طالما كده هحط تي من في الاسم يعني، و تي تي كده كده البلوكات اتظبطت. طبعا انا شامل بس الا الحاجة دي وحاجة تاني بس في الفيديو ده، فيكون قليل يعني. طلعت دلوقتي في وقت اتأخر وبعمل الفيديو، شغلوني يعني بعمل الفيديو. خلصت المكاتب اهو. هنحتاج نعمل حاجة تانية. ثانية وارجع لكم. بدأتوا رجعنا لكم. هعمل بقى الحاجة التانية. محتاج بروكة سلع. هسكر الالت كده. لقيت ما اقدر اسكر الالت كده كده. ودي كده نفس الكلام. طيب ثانية وارجع لكم. اكون بنيت حكيتي وظبطتها. بدأت ولكن لكم خلصت التخطيط. ف وقف الفيديو الخيط هنا. لو عجبكم الفيديو تتشوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب يشيركم كل جديد، وكمان تابعوا قناتي حطوا لايك. و باي باي.